في وقت من الأوقات كان تسجيل الهاتريك حدث نادر بيحصل في الكورة. الحق فلان جاب هاتريك يا واد، ده أكيد لعيب جامد، والناس دايما بتشوف إن تسجيل اللاعب لتلات أهداف في مباراة واحدة دي حاجة كبيرة قوي، فما بالك بقى لو سجل هاتريك أكتر من مرة، ويا سلام بقى لو سجل في أقوى دوري في العالم. وطبعا مع الوقت حصل كام تغيير في نظرة الناس للهاتريك وطريقته، وتعالى أقول لك إزاي. بس في الأول هسألك سؤال وتجاوب عليه في الكومنتات قبل ما تشوف الفيديو. تفتكر مين اكتر لاعب سجل هاتريك في تاريخ الدوري الانجليزي؟ لازم في البداية تعرف امتى تسجل اول هاتريك في تاريخ البريمير ليج ومين اللي سجله. والاجابة صديقي انه في شهر اغسطس سنة 1992 سجل الملك إيريك كانتونا اول هاتريك في البريمير ليج، ووقتها ما كانش في مانشستر يونايتد اصلا، لكنه كان بيلعب لسه في نادي ليدز يونايتد. وزمان الناس كانت بتشوف الهاتريك انه لاعب سجل 3 اهداف خلاص، لكن دلوقتي بقى في الهاتريك المثالي، هدف باليمين وهدف بالشمال وهدف بالراس. وعلشان تعرف قد ايه موضوع الهاتريك ده ليه شنة ورنة بين مشجعين الكورة على مستوى العالم، احب اقول لك يا صديقي انه خلال اول 30 سنة من البريمير ليج تم تسجيل 361 هاتريك، وده مش رقم كبير على فكرة، هلا خالص، لأن الرقم ده يعني 12 هاتريك كل موسم تقريبا. من كام ماتش بيتلعب بقى يا سيدي؟ 380 ماتش كل موسم، والنتيجة 12 هاتريك بس، وده رقم قليل جدا حتى قبل ما عدد فرق الدوري تزيد ل 20 فريق. يلا بينا بقى نخش على قائمة النهاردة. عندنا 3 لعيبة بيتشاركوا في المركز الرابع، أولهم هو الغزال الفرنسي تيري هنري، أسطورة نادي أرسنال التاريخية. ولو ما تعرفش يا صديقي فحب أقولك إن هنري هو الوحيد اللي فاز بهداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، ويسجل هنري هاتريك خلال مسيرته في البريمير ليج في 8 مناسبات، أولها كان في سنة 2000، وكان ضحية أول هاتريك هو نادي ليستر سيتي لما كان هنري عنده لسه 23 سنة بس. وللصدفة برضه آخر هاتريك سجله تيري هنري كان ضد ويجان أتلتيك في مايو 2006، وده كان آخر ماتش الأرسنال على ملعبه القديم ملعب الهايبري قبل ما يتهد. ووقتها نزل هنري وبس أرض الملعب في إشارة لحبه للمكان ده وذكرياته الجميلة اللي فيه. واللاعب اللي بعد كده وهو برضه صاحب الثمانية هاتريك في البريمير ليج هو مايكل أوين، الماستر بالوندور زي ما كانوا بيقولوا عليه. لعب في ليفربول ونيوكاسل ومانشستر يونايتد، والمدهش في أوين انه سجل هاتريك 3 مرات وهو عنده 18 سنة بس. واول هاتريك لأوين كان بقميص ليفربول في 14 فبراير سنة 1998 ضد نادي شيفيلد وينزداي، واخر هاتريك كان في مباراة نيوكاسل ضد وستهام سنة 2005. أما آخر لاعب سجل هاتريك 8 مرات هو الإنجليزي هاري كين، هداف نادي توتنهام وواحد من الهدافين التاريخيين للبريمير ليج. سجل أول هاتريك سنة 2015، وده كان ضد ليستر سيتي في المباراة اللي انتهت لصالح توتنهام بنتيجة 4-3. وسجل هاري كين هاتريك مرتين في 2015، لكن مش ده الرقم المهم. هاري كين سجل 6 هاتريك في سنة 2017 بداية من يناير في ويست بروميتش لحد الهاتريك ضد ساوثهامبتون في ديسمبر من نفس السنة، وده كان آخر هاتريك يسجله في البريمير ليج. وبكده نكون وصلنا للمركز الثالث، واللاعب صاحب 9 هاتريك العظيم روبي فاولر، مهاجم ليفربول التاريخي وواحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري، له أكتر من رقم مميز. روبي فاولر هو اللاعب الوحيد اللي سجل هاتريك مع فريقين مختلفين في نفس الموسم، هاتريك مع ليفربول في أكتوبر 2001 وبعدها هاتريك مع ليدز يونايتد في ديسمبر من نفس السنة، والهاتريك مع ليدز ضد بولتون كان آخر هاتريك يسجله في الدوري الإنجليزي، ده غير أنه سجل هاتريك 5 مرات قبل ما يكمل ال 22 سنة، وكانوا كلهم مع ليفربول. وصاحب المركز الثاني هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الأسطورة ألان شيرر، 11 هاتريك في تاريخ المهاجم الإنجليزي الأفضل، أولهم كانت سنة 1993، وكان خلال مباراة فريقه بلاك بيرن ضد بولتون في المباراة اللي خلصت 3-3، ويسجل شيرر هاتريك 9 مرات مع فريقه بلاك بيرن،
ده غير 2 مع نيوكاسل. وعايز اقول لك يا صديقي ان شيرر قبل بدايه البريمير ليج سجل هاتريك خلال اول مباراه له في دوري الدرجه الاولى، وكان الكلام ده سنه 1988 وعمره وقتها كان 17 سنه بس. تخيل انت بقى هو كان عامل ازاي في عزه، وشيرر كان صاحب الرقم القياسي كاكتر واحد سجل هاتريك لحد ما جه صاحب المركز الاول وخطفها منه. تفتكر بقى صديقي مين صاحب المركز الاول؟ واين روني ولا فان بيرسي او يمكن لويس سواريز؟ لكن الاجابة الصحيحة هو المهاجم الارجنتيني كون اجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، واللي سجل خلال مسيرته في البريمير ليج 12 هاتريك لحد ما ساب انجلترا. واول بصمة لاجويرو مع الهاتريك كانت ضد ويجان في 2011، وفاز السيتي باللقاء 3-0. وسجل بعدها اجويرو اكتر من هاتريك في اندية كبيرة زي توتنهام وارسنال، ده غير انه سجل هاتريك مرتين في تشيلسي ونيوكاسل، لكن الهاتريك الاخير كان في 2020 وكان خلال مباراة السيتي ضد استون فيلا، واللي انتهت بنتيجة 6-1 وانفرد هو بالرقم التاريخي. ودلوقتي انا عارف السؤال اللي انت بتفكر فيه، هو مين قدامه فرصة يكسر رقم اجويرو من اللاعبين الحاليين؟ انت سألت وانا قلنا في من اللاعب الحاليين هاري كين زي ما قلنا بتمانية هاتريك، وفي رحيم ستيرلينج 5 مرات، وبعدها يجي الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي وايرلينج هالاند مهاجم السيتي. لكن هالاند يتفوق عليهم انه سجل 4 هاتريك في اول موسم بس في البريمير ليج، وربنا يستر بقى على الموسم الجديد. وبس يا سيد، ده كان فيديو النهارده، ما تنساش بقى تدينا اللايك الجميل وتقول لنا بقى انك كنت عارف ان اجويرو هو صاحب الرقم القياسي ولا لا. سلام يا صديقي.